انا اللي بفكر فيه دلوقتي انه مثلا يا فرح انه انت بتبقي عايزه حافز معنوي، انت بتلعبي الرياضه دي عشان انت بتحبيها، بتلعبي الرياضه دي عشان تكسبي بطوله، كل ده مهم جدا. بس اكيد طبعا. بس الامور الماليه دي مهمه جدا، خاصه لما بنتكلم في تطور بيحصل في كره القدم النسائيه. انت محتاجه كمان مقابل مادي يبقى مش هقول زي بتاعه الرجال طبعا، ما بتحصلش في العالم كله، بس مقابل مادي معقول. حاجه تقديرا كويسه لينا. لان اصلا معظم البنات اللي بتلعب كره دلوقتي ده مصدر رزقها. فمثلا البنت لما تاخد مبلغ قليل زي كده، طب ما هي هتضطر تنزل تشتغل تاني علشان تعرف تدخل نفسها دخل. والكوره دايما بتاخد نص وقتنا، يعني مش نص وقتنا، يعتبر وقتنا كله معسكرات تمارين، لازم اجي لازم اروح. فمثلا المبلغ الصغير مثلا اللي بناخده ده، طب لازم هنحاول نشتغل تاني ومفيش برضو وقت. هو انا ممكن اقول حاجه؟ يا ريت. بالنسبه ان هي اول بطوله وبتبقى يعني باسم وادي دجله، فالمفروض يكون ليها حاجه خاصه استثنائيه، مش المكافاه العاديه. وان هي كمان تكون مسجله باسم وادي دجله واول بطوله سوبر، فدي تبقى حاجه خاصه بصراحه. هل يا مروه المكافآت في البطولات التانيه بتبقى اكبر من كده ولا برضو نفس المكافاه؟ يعني اي بطوله بنفس المكافاه؟ لا يعني هو في الدوري عندنا لو احنا خدنا الدوري بتبقى البطوله بتبقى مكافاه 10. بس طبعا ده بنسبه المشاركه، يعني انت اصلا مش بتاخدها متقفله، انت على حسب ما لعبت بالدقايق بتبتدي تاخد فلوس. معلش انا دلوقتي بحاول افهم شويه حاجات، يعني اعذروني النهارده. لا لا يعني دوري كامل ب 10,000 جنيه، يعني الدوري كله انا شاركت او ما شاركتش. لا انا فهمت دي، انا فهمت دي. بس عايز اسال حاجه مهمه جدا. هو دلوقتي انت مش بتتدربي تقريبا يوميا، بتلعبي مباراه كل كام يوم كتير؟ يعني انت على مدار السنه بنلعب ماتشين في الاسبوع او ماتش على حسب الدوري. مثلا لو مضغوطين عشان في بطوله بعديها فبيكثفوا الماتشات. المفروض احنا لينا مرتب ثابت، والسنه دي عملوا ده بالعقد. يعني احنا عندنا اصلا ما كانش في عقود، ده كانت استمارات. يعني احنا تطورنا شويه وبقى في عقود. التطور بقى عقد، بس العقد بقى قليل جدا طبعا. قليل جدا جدا. لما يبقى المكافاه بتاعت الدوري كله 10,000 جنيه بالظبط. العقد يعني. وكمان بنسبه مشاركه، يعني حتى مثلا مش بتاخدها متقفله مثلا 10. لا دي بتبقى بنسبه المشاركه. يعني انت ممكن تاخديهم 1,500 في الاخر. على حسب بقى، يعني انت وشطارتك. عارف مصاب ربط وانزل عشان لازم اقفل ال 10 عشان مش هينفع. مصاب ربط وانزل على طول. ومفروض المرتب بتاعك بينزل كل شهر. فطبعا مش هسالك عليه والله. مش هسالك عليه، لا ده كفايه كده، كفايه انا ما سمعت الناس. فطبعا لا، وبعدين انا مثلا بلعب، فاللي هو انا عايز اطور من نفسي، فانا بشتغل على نفسي، فلازم هشتغل بره على نفسي. النادي بروح وباجي، لا المصاريف جامده. وكمان احنا بنطور من نفسنا عشان احنا لازم نحسن من شكل اللعبه اللي احنا بنلعبها 100%. برافو عليكي. فمفيش بقى ده، يعني العائد المادي مفيش خالص. فبتضطر انت تدفع من جيبك او تشتغل عشان تعوض ده في ده. بره هم ناجحين عشان هم كل حياتهم كوره طبعا. فطبعا يعني انا مثلا لو انا متوفر لي كل حاجه، فلوس وامكانيات وكل، انا هعمل عليا وزياده. صح. هاكل كويس، هنام كويس، هنتظم في كل حاجه، هركز في مبارياتي بشكل كويس، بالزبط. مش هبقى مركز في الشغل. انا عندي شيفت ولا عندي تارجت تعمله في الشغل ومش عارف اركز في الماتش. يعني احنا برضه عايزين نبقى زي بره. واحنا يعني انا مش بفتخر نقول ان بره احسن مننا، لا بالعكس، احنا المفروض نتضايق ان احنا برضه عندنا امكانيات. صح. طيب. لكن احنا موهوبين قوي. بس ما عندناش حته النظام او كده. هم بره يعني هم مش موهوبين. صح. بس النظام مخليهم في حته ثانيه.